عم بيقولوا الهضامة والسقالة كتير منتشرين آخر فترة بين الشباب، ومثل ما بنعرف في شعرة صغيرة كتير بين الهضامة والزناخة. لهيك نحن اليوم ببرنامج ليدر نزلنا نشوف العالم مهضومين ولا زنخين، وبما أنه الزناخة أو السقالة هي مشتقة من السردين فنحن محضرين الخلطة كتير ظريفة لحتى يدوقوا من نفس الكاس يلي بيدوقوا منه رفقاتهم. عم بيقولوا كتير منتشرة هلأ الهضامة والزناخة والسقالة. ايه. ومثل ما بتعرف هي شعرة بين الهضامة والزناخة. ايوه. انت كيف بتحس حالك، مهضوم ولا زنخ؟ لا انا الحمد لله مهضوم. مهضوم كتير كمان. بشهادة؟ بشهادة هدول الشباب. بشهادة هدول الشباب. يعني هلأ اذا نحن سألنا رفقاتك انت زنخ ولا مهضوم شو حيقولوا عنا؟ لا اكيد رح يقولوا مهضوم. طيب واذا قالوا زنخ؟ التحدي ايش ما بدك جاهز؟ حتنفذ التحدي. ايوه. نحن اليوم سالنا رفيقكم هو زنخ ولا مهضوم؟ انتم كيف بتشوفوا؟ هلا من شكله مهضوم. ايه بس يعني المضمون؟ لا مهضوم. 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 لا مهضوم ليك من كرشه هيك ببين. هلا نحن رح نتحدى، هو التحدي للزنخين. طيب مهضوم بدك تحكي لنا هلا هيك شيء نكته بايخه تضحكنا كلياتنا، اذا ما تضحكنا حتكون زنخ، بتنفذ التحدي. استنى بس دقيقه. بلش يشرح هون. انت بس احكي. بلش يحضر العدة. لا استنى اكمل لك اياها. مرة في واحد قال بدي اتعلم على العشائر، قام قال لحق رفيقه فاتوا اثنيناتهم على الخيمة، قال الخيمة على اساس انه يتعلم منه. المهم هذا سأله قال له مرحبا كيفك؟ قال له يا اهلين. المهم هذا شدى قلب هذاك عمو عم يقلده، قلب وراه على اساس قلده بكل شيء. قام اجت مرة قعدوا جنب بعض، المهم هذاك عم يسأله كيفك؟ الحمد لله. قال له انت من اي العمام؟ من اي العمام؟ من اي العشائر؟ تمام. قال له انا العيمي. قال له والنعم. هذاك اللي جنبه عم يسال واحد ثاني جنبه انت من اي العمام؟ قال له دليمي. قال له والله والدلم. يعني على اساس انه هذاك العيمي والنعم هذا دليمي والدلم. مبروك انت خسرت التحدي لانه ما حدا ضحك. هذاك ما حدا ضحك. ضحكوا من بالك يا من العشائر. لا هلا بدك تنفس التحدي. شو التحدي؟ بلكي شو السردين والله ما احبه. مو بس سردين. هلا نحن عاملين خلطة. هلا نحن عاملين خلطة بتروح الزناخة نهائيا. ها؟ عاملين خلطة بتروح الزناخة نهائيا. اوه. سكر. سكر مع سردين؟ طب الله. هاي مش عم تروح، ما يصفي عندك ولا 1%. يلا قوي قلبك كلنا معه. يلا يلا روح ما تخجلنا على الكاميرا. يلا وضل عندك رسالة وداعية. وداعية لكل شيء يا شباب. لا تقربوا ابدا على الهضامة. على الهضامة ابدا لحد يقرب. يا بطل. يلا زبطة يا جماعة. لقمة ثانية لقمة ثانية. لك إذا لقمة ثانية حرام عليك. شو شعورك هلا؟ شعوري ممتاز، بطلت الهضامة كلياتها. ما عاد تمزح مع رفقاتك؟ بلا رح امزح وراح اعيدها واكرر. بس هلا حسيت هيك ارتفع منسوب الهضامة عندك وخف منسوب الزناخة؟ هلا والله انا بالعادة مهضوم، يعني ما زنخ. لو زنخ اقول لك ايه بس مهضوم وظلمتوني. طب تاكل لقمة ثانية لنتأكد؟ لا. انتوا كيف شوفوكم رفقاتكم؟ عادي، هو نحن مهضومين وزنخين على بعض يعني. يعني الأغلبية 51%؟ لا مهضومين. يعني هلا اذا مسكتي دقيتي للبيست فريند تبعك ولا هي البيست فريند تبعك؟ دقيتي لبيست البيست فريند تبعك حتقول عنك زنخه ولا مهضومه؟ مهضومه. طب لمين بدك تدقي؟ تسالي دقي لي خلص. لا ما بصير. كان نحن ثلاث طالعين مع بعض يعني كمان ثلاثه. طب تكون دقوا لشي حدا دقوا لي انا بجاوب. ايه عليا كيفك؟ تمام. عليا بتحسيني مهضومه ولا زنخه؟ مهضومه. حسك شو؟ مهضومة ولا زنخة؟ طبعا مهضومة. الله حياه.
هلا بما انه انت طلعتي مهضومه لحتى تنتقلي على المرحله النهائيه الفاينل معنا اللي هي ما في فاينل، بدك تحكي لنا شيء يضحكنا انت او هي او هي. سمعينا شو التحدي اذا ما بدي احكي؟ نفس التحدي. شو التحدي؟ لا اسف، نحن عاملين خلطه مشان تروح الزناخه من العالم. يلي هي خلطه. لا اللي شو هي؟ بدك تاكلي منها لقمتين هيك مشان نضمن انه خلص قضينا على الزناخه. يلا تاكلي. لامتين؟ لا مو حطه بتمي. لا نكتة اكيد نكتة. لا بنكت. اوكي يلا. بس ما رح اطلع. طب لا اطلع. كان في بندرايتين ماشيين على الطريق، مرقت سياره، اول وحده قالت لثانيه قالت لها سياره، قالت لها شفتها. طب يلا اعطينا وحده. انا ضروري يعني؟ طيب هلا اذا ما تذكرتي حط نفس التحدي. يلا امرك لله. نقي شوز وان. فاعل خير. لا خلص والله. يلا يلا ما فيني ما فيني انه شوي من التحدي صغيره. لا لامه. لا صغير. لا لامه هيك بتقام بها. نستنى شوي. تذكرت شيء؟ ندمانة؟ لا خلص بس التحدي شوي. لا 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 مو هي. برجك الجوزاء صح؟ عقرب. على قدرة. لا لا بدك طلعي قطعة. يلا شطورة. ايه لك لك ايه بعد شعرك. يلا انا لا. يلا يلا لما واحدة. يلا 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 حطناتي على حالي. احكي لي هلا شو شعورك وهيك وانت عم تتذكر الشغلات الزنخة اللي عملتيها برفقات. شو متذكر شو؟ اوكي انا بكيت. شو متذكر شو؟ انت عم تتذكري الشغلات الزنخه والسائله اللي عملتيها برفقاتك، شو شعورك هلا بعد ما اكلتي هاي الوصفه اللي بتقضي على الزناخ؟ مفكر انه انا عم استوعب عليك شو عم تحكي وانا اكلت هذا الشيء. ساعدوها اشرحوا لها الموضوع. رجعت السؤال اخر. شو شعورك هلا بعد ما اكلتي هاي الخلطه يلي بتقضي على الزناخه وانت عم تتذكري الشغلات الزنخه اللي عملتيها برفقاتك؟ شعور كثير مؤسف. ندمانه يعني؟ طبعا. لسه بالمستقبل بتفكري تتزانخي يا عرفات؟ طبعا. اعطينا العلبة. انت بتحسي حالك زنخة ولا مهضومة؟ انا مهضومة على تفاهة. مهضومة على تفاهة. طب رفقاتك كيف يحسوكي، زنخة ولا مهضومة؟ لا مهضومة. طب هلا اذا سألنا رفقاتك حيقولوا زنخة؟ هلا مش زن، هي تقولي زنخة. طيب حنسأل هي نحن، شو بتقولي عنا؟ شفتي شو قالت عنا؟ تافه. انا بعرف حالي تافه. نحن عاملين شغله لحتى هيك نقضي على الزناخه. شو هي؟ واللي هي خلطه سحريه. فهلا كل واحد عم يطلع معنا الزناخ عم ندوقه من هي الطبخه الخلطه. طيبه؟ بتجنن. لا اول كشري. يا ريت كشري. لا 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 تعي. انا حدا مهضوم ماني تافه. بدك تحكي لنا هلا شغله ضحكنا هي كلياتنا. لحتى تأسفتي هضامتك. الدنيا سرست هموم، هم ضحكك هم فرحك هم برجر. وخسرتي معنا بالتحدي ورد اعطيني العلبه. لا 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 معك فرصه ثانيه. معك في شغله انا بتطلع فجاه هيك. لا يا هيك يا هيك، نقي واحد منهم بس. لا أمانة لا. ندماني على الشغلات والزناخة اللي عملتيها مع رفقاتي؟ مالي عاملة شيء، اسألة والله أنا حدا بريء حبابها. ليك ليك شلون؟ بتقولي حكي بتقولي حكي.
يعني حتى العمود استغرب. ضروري؟ هي بتقضي على 99.99% من الزناخ مثل ديتو. يعني ضروري 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 ضروري. انا سمك ما باكله. ايه معلش حتاكلي هيك لقمة صغيرة. لا حطي شوية سمك. لا بقرفه. هيك لقمة صغيرة قطوسة. بعبي لها انت ايه. عيدي لي الايه. ديسكاستينج. ودي. شو شعورك هلا وانت عم تاكلي خلطة القضاء على الزناخة؟ ما عاد في شعور. حلو قضاء بتزود جرعة زيادة يعني. ندمانة على الشغلات؟ ندمانة على الشغلات اللي عملتيها؟ والله أنا مالي عاملة شيء، أنا حدا حبها. شو بتوجه؟ ندمانة كثير. ندمانة لأنه طلعتي معنا. لا هاي. شو بتوجهي رسالة للعالم الزنخين؟ خليكم زنخين. بس. بس مصيركم هيك. هاي مصير كل واحد زنخ. أنت كيف بشوفوك رفقاتك، مهضوم ولا زنخ؟ هيك وهيك يعني الأغلبية يعني مهضوم. طيب هلا إذا سألناهم شو حيقولوا؟ ما بعرف. يا شباب علاء مهضوم ولا زنخ؟ والله زنخ. طيب نحن عاملين خلطة اليوم لحتى نكافح الزناخة. يلا أوكي. هاي الخلطة تاكل منها لقمتين وتدعي لنا. ندمان على الشغلات الزنخة اللي عاملها برفقاتها؟ كتير هلا اندمت. وحش يا علاء. شو شعورك هلا هيك وانت عم تاكل؟ يا علاء انت عن جد. لقمة تانية يا شباب يا علاء. لسا هيك بالمستقبل بدك تحاول تعمل شغلات مهضومة او زنخة؟ زنخة لا مهضومة ايه. قفل على مرة تانية يا شباب. بدك توجه لي رسالة؟ قدران توجه رسالة أول شيء مرة. رسالة للعالم الزنخين. No comment. No comment. أنت كيف بشوفوك رفقاتك، مهضومة ولا زنخة؟ أنا لا مهضومة. أنا مهضومة. لا هي هلا هي كثير زنخة. كثير زنخة. لا كذابة هي، غيرانة هي. هلا نحن اليوم المهضوم عم نخليه يحكي لنا شيء ضحكنا، والزنخ عم نطعميه من خلطة الزناخة. شو خلطة الزناخة؟ خلطة الزناخة. شو خلطة؟ بقى انت رفقاتك عم بيقولوا عنك زنخة. بتحبي تغيري اول شيء، تغيري هيك نظرتنا وتحكي لنا شيء ضحكنا كلياتنا؟ مش عمار كون ظلمناك. بفكر. فكر. طب يلا احكي لنا شيء ضحك. ما عندي مشكله خلص. انا كمان زنخه. عيدي لنا اخر جمله بس. انا مهضومه. شو رايكم نعمل هي الحركه اللي بيعملوها البنات هيك ونتصور فيها؟ ما بنعملها. في هيك انت لك معرفتك. لا 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 على فكرة أنا ماني زنخة بس هيك بس هيك بدك تحكيها كل العلبة. يلا لا بدك كبريها شوي. ما خذيها خذيها كلها السمكة نهاية. لا لا بدك تغرفي من السما. دافعين حقها 200 ليرة بس أنا ماني كثير زنخة، أنا شوي زنخة. معلش الصحيات هي شوي بركي عادة. طيبة شو شعورك هلا؟ انت عم تقولي عنا طيبة؟ انه عن جد انا زنخة بس انا ماني مستوعبة. سافر فيتكم الثالثة. ايه اكثر جيب لك خبزة؟ لا بحياة شرب معي لا هيك مالك مصلحة. شو بتوجه رسالة للعالم الزنخين والسالة؟ كلوا تعوا كلوا تعوا تعوا حافظوا على زناختهم.
تعبت من الفرح والمحبة. يعني انت مع الزناخة؟ انا مع الزناخة لانه النكد والهيك انه يعني قلبت الوش ما يعني ما كتير منيحة يعني. اوكي يعني حتى مثل كان واحد زناخ الواحد بيضل مهضوم. كيف بتعرف في شعرة بين الهضامة والزناخة؟ انت كيف بتشوف حالك؟ انا يعني احيانا هيك احيانا يعني رفقاتك بشوفوك مهضوم ولا زناخ؟ لا مهضوم شوي. طب هلا اذا سالنا رفقاتك شو حيقولوا؟ حيقولوا ليش متوتر؟ طول بالك خذ وقتك يعني شوية زناخة شوي. هلا هيك عم تسترجع الشغلات اللي عاملها معهم. الو الو غيث. اي مطمئن. هلا سؤال بس معلم، انا زنخ ولا مهضوم؟ معلم الصراحه تفضل بدنا الصراحه يا غيث. الصراحه والله كثير زنخ يعني ما بعرف كيف جايبه. الله يوفقك. الله يوفقك. انا بحب شكلك كثير يا غيث. مبروك. هلا نحن عاملين خلطه خصوصي لتروح الزناخه. ضروري ناكل معلم؟ لا انا اتفرج عليها. لا قوية. كبرها كبرها كبرها. لا معلم هي فقالة عندي هي. هي تذكر هيك الشغلات اللي عاملها مع رفقاتها اصلي. خلص لازم اقضي عليها. شو شو بتحب تقول كلمة هيك قبل ما تاكل هي الخلطة؟ ندمان؟ والله شوي ندمان. نصيحة لحدا يتزانخ مع رفقاته. شو أكتر شغلة زنخة عاملها مع رفقاتها؟ والله عامل معهم كتير مقالب يعني. مثل هيك شغلة حسيت انه كتير كرهوك من وراها؟ مثلا بيكون تطالعين انا ورفقاتي وقصاص على اخر لحظه بفقسهم. هيك انت كثير زنخ. وبفقسهم على سبب تافه كثير يعني. يلا بس تكبر اللقمه شوي او تاكل وحده ثانيه. خلص بس هيك طول بالك. لا وحده ثانيه. يلا يلا يا بطل. دفوا لك وحده ثانيه يا شباب. هيك هيك بدنا اياها هيك. طول بالك. خلص هيك فعاله معلم انا. لا لا عم تكب على حالك هيك هيك ما بنستفيد شيء يعني. ما لازم اتحمم فيها؟ لا. ندمان؟ والله لازم رفقاتي ياكلوا. شو اكثر شيء ندمان؟ انك طلعت معي ولا انك زنيت؟ ما طلعت معك على الاستفادة معلم. يلا اعطينا واحدة هيك ثانية مع مع ابتسامة. معلم شو الطعمة؟ مين اخترع هي انت ولا؟ حسيت هيك عم تروح منك الزناخة هيك عم تطلع الهضامة فيك ولا لسه؟ بلشت تعطي مفعول. يلا ها على اللقمة الثانية ببين المفعول على المظبوط. وحش. شو بتحب توجه كلمة للعالم الزنخين؟ طول بالك شوي. طولت بالي شوي. علم مع سكر. سكر معلم. مسح دموعك ومسح القصص اللي صارت. هلا رحت نفسي. وجه رسالة للعالم الزنخين اللي هلا حيشوفوك. نصيحة لحدا يتزانخ معلم صار ما يصير فيه هيك. مثل ما شفنا اغلب العالم بتحب الزناخة على الهضامة، واغلب العالم بتحب الهضامة على المواقف الجدية. وين حبيب؟ بس مالك. انتوا اعطونا رأيكم بالتعليقات.